السيد الوزير سامح شكري، أنا هنا لأبدي دعمي الكامل للرئاسة المصرية على تحقيق النجاح والنتائج الطموحة في هذه القمة. لقد عدت للتو من قمة مجموعة العشرين في بالي، وتم اختاري بواسطة رئيس هذه القمة في كوب 27 بالموقف الحالي. نحن الآن في وضع حاد في المفاوضات. هذه القمة يجب أن تنتهي خلال 24 ساعة، وما زال الأطراف على خلاف بشأن الحلول المطروحة. لقد وضحنا تماما في المرة الماضية الثقة بين الشمال والجنوب وبين الدول المتقدمة والنامية، لكن هذا الوقت ليس الوقت المناسب لإشارة الاتهامات. نحن نعاني من الدمار، وأنا هنا لأحث كل الأطراف على الوقوف على قدم المساواة وأن نتحمل مسؤوليتنا أمام العالم الذي يشاهدنا. وهناك رسالة بسيطة يرسلها لنا جميعاً.